بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بيكم في اولى حكاوي برنامجكم غذائك دوائك. احنا هنعملها كانها حكاوي، وهنعرف يعني ايه غذائك دوائك، وايه الهدف الاول من غذائك دوائك. هل احنا عندنا الثقافه الغذائيه؟ هحكي لكم حكايتين حصلوا معايا قبل ما نصور الحلقه مباشره. كنت قاعد مع صديق عزيز عليا، هو جاي من لبنان على فكره، هو طول عمره عايش في لبنان، فبيسأل تشرب ايه؟ فقال لهم انا عايز اشرب شاي بس نص معلقه سكر، وصمم مع نص معلقه سكر عشان خاطر نص معلقه سكر. هي دي الثقافه الغذائيه. هل هو الصح ان ياخد في كوبايه الشاي نص معلقه سكر، ولا ياخد خمس معالق سكر؟ ولما تبص على جسمي هتلاقي ماتشنج او ماشي مع الثقافه الغذائيه بتاعته. حكاوي تاني حصلت، زميلي بيقول لي على فكره انا كان وزني 150 كيلو ونزلت ل 70 كيلو في 6 اشهر. هو الصح ان احنا ننزل 70 كيلو في 6 اشهر؟ كلها دي ثقافه غذائيه. هو ده الهدف الاساسي من حكاوي غذائك دوائك. طيب ايه غذائك دوائك دي؟ القصه دي ماشيه ازاي؟ عايزين اول نعرف يعني ايه غذاء، وبعد كده نعرف يعني ايه دواء. الغذاء ده اي حاجه انت بتاكلها او بتشربها عن طريق الفم، او في بعض الحالات المتطوره او المتقدمه بتاخدها عن طريق الحقن. يعني في ناس بتبقى في المستشفيات هو مش قادر ياكل، فبيديله الغذاء بتاعه او المكونات الغذائيه عن طريق الحقن، فده الغذاء. الدواء هو اي حاجه بتاخدها بتعالج عندك حاجه. ايه ده؟ يعني مش المقصود بالدواء اللي بتروح تاخده من لا 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 خالص، تاخده من الصيدليه ايه؟ ده جزء من الدواء. لو تعالوا نرجع زمان كده، زمان ايه؟ كان اي حد بيشتكي مثلا اول ما تتولد تلاقي مامتك ايه؟ طبعا انت مش فاكر بالتاكيد، ولا فاكر؟ لا طبعا مش فاكر، انت كنت لسه صغير. مامتك تروح عامله لك ايه؟ تروح غاليه لك، يقول لك غاليه الكراويه لما يبقى عندك مغص وعندك انتفاخات. الكراويه هنا هي اصبحت هي الدواء. العلم تطور، ما اعرفش هو تطور للاحسن ولا الأسوأ، ويقول لك انا بروح بقى اشتري من الصيدليه الحاجات للمغص. الكراويه هنا اصبحت دواء، لان هي بتعالج المرض بتاع الغذاء. يبقى اذا الدواء هو انت اي حاجه بتاخدها بتعالج عندك مرض. يبقى غذائك دوائك. الغذاء انت اي حاجه بتاكلها او بتشربها عن طريق الفم او عن طريق الحقن. دوائك هي اي حاجه انت بتاخدها تعالج عنك مرض. هل ممكن الغذاء يبقى دواء؟ بس احنا عايزين نفرق بين حاجتين هنا. الغذاء الدواء في بعض الاحيان الغذاء يمنع عنك مرض. يعني انت لو بتاكل صح، بمعنى اخر المثال اللي احنا لسه قلناه من شويه، هو النهارده مع السكر ده نوع من الغذاء، لما هو ياخد نص معلقه سكر بس في كوبايه الشاي، انا منعته عنه ان هو يخش عندي في مرض السمنه. يبقى هنا اصبح الغذاء بتاعه دواء، ان هو خلاه ما يخشش في مرض السمنه. وفي بعض الاحيان لما يبقى عندك تعب قد تلجا للغذاء علشان تخف. على فكره الحكاوي بتاعتنا اي حاجه تتخيلها او ما تخليش تيجي على بالك هنعالجها. من اول بقى شعر راسك، قشره شعرك، بشرتك، نعومه بشرتك، ضوافرك، خش على الاجهزه اللي جوه، عندك مشكله في الجهاز التنفسي، عندك مشكله ازاي نغسل الكلى، ازاي نتعامل مع الكبد، كله عن طريق الغذاء. على فكره لو تفتكروا قبل ما نخترع، قبل ما الدواء يخترع، الدواء اللي هو موجود في الصيدليات الناس كانت بتعتمد على غذاء. يعني هو حتى لو تفتكروا ان الحاجات المخدره كانت بتنتج من نباتات، عندك نبات الافيون او الحشيش، دي كلها كانت بتستخدمها كمخدرات، ان هو ازاي النهارده عايز يفتح حاجه في جسمك فبيديك النباتات دي. وهي اصلا النبات او الغذاء عباره عن ايه؟ عباره عن مواد كيميائيه انت بتستخلصها. هو ده اللي اصبح بعد كده تطور وتحطوه في الدواء اللي موجود في الصيدليات. انت لو مسكت المايك ونزلت الشارع على فكره وسالت اي حد تحب تتعالج بدواء ولا بحاجه طبيعيه، بالتاكيد هيقول لك بالحاجه الطبيعيه. احنا بقى ده اللي احنا هنعمله. هنتكلم عن كل حاجة. على فكرة في بعض الحاجات لما تاخدها تحسن من الحالة المزاجية بتاعتك، تحسن من الحالة الجنسية بتاعتك، تقلل عندك ألام الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات. يعني أي حاجة هتخص جسمك هنتناولها، ولكن من ناحية الغذاء. علشان كده بنقول إن غذائك هو دوائك. هنعملها سلسلة حلقات، كل حلقة هنتكلم فيها عن حاجة معينة. ده هيبقى الجزء الأولاني من البرنامج بتاعنا. طيب الجزء الثاني من البرنامج بتاعنا او الحكاوي بتاعتنا بقى، خلينا نسميها حكاوي لان احنا يعني هنخليها حكاوي على فكره، بس جايب الكرافته كده النهارده يعني حاجه استثنائيه، كنت في حته تاني. يعني ان احنا هنتكلم عن كل حاجه فايدتها ايه. الميه فايدتها ايه؟
الترمس اللي احنا بناكله فايدته ايه، الرمان اللي احنا بناكله فايدته ايه، اي غذاء هنعرف فايدته ايه. يبقى هنتكلم في حاجتين، هنتكلم في امراض ازاي نتعامل معاها عن طريق الغذاء، او غذاء يمنعنا من الامراض، وبعد كده هنتكلم عن فايدة كل حاجة انت بتاخدها او بتشربها ايه. تمام، ده البرنامج بتاعنا الفترة اللي جاية، هنكون معاكم بصفة مستمرة. استعدنا ان احنا يكون معانا التواصل بتاعنا، وهنسيب لكم اللينك بتاع القناة بتاعتنا، اي استفسار ابعتولنا هنرد عليكم، هنثبت مواعيد مع حضراتكم، او انتم ممكن انتم اللي تختاروا المواعيد بتاعتنا. خلصت المقدمة بتاعت حكاوي غذائك دواك، ونشوفكم بقى في اول حكاوة في غذائك دواك. شكراً.